وقال بتجاوب عليه بدون لغة خشب سيب الموسى، خايفين من سنة بيضاء؟ قلت لكم لا، ما كاينش هاد لان الخوف. احنا دابا السنه فيها اسدوسين، فيها تقريبا 34 اسبوع ديال العمل. احنا مازالين دابا عندنا واحد المده، واحد الفتره اللي ما كناش بغينا، زعما كاين التلاميذ يضيعوا في هذه الفتره، ولكن الا استأنف العمل زعما كاين، وهذا ما اللي تنتمناوه، راه في الامكان باش نستغرقوا هذه الفتره اللي ضاعت. عندنا وهناك عدد ديال الامكانات، وعندنا واحد البرنامج اللي هو اللي غادي يساعد. بعض الاحيان في حاجه باش يمكن نستعملوا داك العطل بينا باش نواكبوا التلامد. يمكننا ايضا اذا كان في حاجه سنه يكون واحد بعض الاسابيع اللي هي يمكن تبدل، اذا كان في حاجه. هناك ايضا فكره باش هناك بعض الحصص التعليميه يمكن نركزوا على بعض المواد، خاصه في السنوات اللي فيها امتحانات اشهاديه، اللي المواد اللي هي اساسيه واللي يمكن تساعد هاد التلامذ باش ما يضيعوش السنه، واللي يمكن تساعد هاد التلامذ باش الى قارناهم مع التلامذ اللي هما في القطاع الخصوصي يبقى تكافؤ الفرص. هادو التلامذ اللي هما من اللي هما موجودين في التعليم العمومي ما خصناش يضيعوا الى قارناهم مع التلامذ اللي هما في الخصوصي الخاص. ولهذا هناك واحد مواكبه، هناك واحد البرنامج، احنا عدد ديال الان ديال المفتشين مع الاساتذه تيشتغلوا على ممكن كتوجدوا كل شيء برنامج اللي يمكن يواكب اعاده الرجوع الى الاقسام، ونشوفوا كيفاش البرنامج. احنا ماشي غنرجعوا للاقسام وغنرجعوا للبرنامج كما كان هذا هذه سنه، اللي يمكن نعتبره بصفه استثنائيه، غادي يكون فيه واحد التكيف مع الوضع باش نحافظوا في نفس الوقت على جودة ديال التعلمات، نركزوا على ما هو أساسي، ندعموا التلامذ كل ما كانت فيه ضرورة إلى واحد الدعم مزيان. إضافي. شنو تقول رسالة قصيرة للرجال ونساء التعليم؟ ما تطولش لهم دابا. نطويو الصفحة الماضي ومجموعين نبنيو مستقبل ديال هذه المنظومة، ونبنيو مدرسة ديال الغد اللي تنتظروها كل المواطنين. شكرا الشاكي بن موسى، تكلمتي معنا بدون لغة خشب ياك. بدون لغة خشب والحكم للمستمعين والمشاهدين.